بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. تقدم تفسير هذه الآية الكريمة، وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا قرة بن خالد عن جهضم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: السلوى طائر يشبه السماني، السلوى طائر يشبه السماني. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا قرة بن خالد عن جهضم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: السلوى هو السماني، طير اسمه السماني. فالله عز وجل رزقهم هذا الطير يأكلونه. وقال ابن أبي حاتم وكذا قال مجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة والربيع بن أنس رحمهم الله، وعن عكرمة رحمه الله: أما السلوى فطير كطير يكون بالجنة أكبر من العصفور أو نحو ذلك. وقال قتادة رحمه الله: السلوى من طير إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح الجنوب، وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى يعني إذا زاد فسد ولم يبقى عنده، حتى إذا كان يوم السادسة ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم السادسة ويوم سابعه، لأنه كان يوم عبادة لا يشخص فيه لشيء ولا يطلبه، أي لا يشتغل بشيء. وقال وهب بن منبه رحمه الله: السلوى طير سمين مثل الحمام، كان يأتيهم ويأخذون منه من سبت إلى سبت. وفي رواية عن وهب قال: سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام اللحم، فقال الله: لأطعمنهم من أقل لحم يعلم في الأرض، فأرسل عليهم ريحا فأذرت عند مساكنهم السلوى، وهو السماني، مثل ميل في ميل، يعني مسافة قدر ميل في ميل، قيد رمح إلى السماء، فخبأوا للغد، يعني أخفوا للغد، فنتن اللحم وخنز الخبز، فلما أخذوا فوق حاجتهم تغير اللحم وتغير الخبز، لأنهم عصوا وأخفوا لما نهوا عنه. وقال السدي رحمه الله: لما دخل بنو إسرائيل التيه قالوا لموسى عليه السلام: كيف لنا بما هاهنا؟ أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن، فكان يسقط على الشجر، على شجر الزنجبيل والسلوى، وهو طائر يشبه السماني أكبر منه، فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير، فإن كان سميناً ذبحه وإلا أرسله،
فإذا سمن أتاه، فقالوا: هذا الطعام، فأين الشراب؟ فأمر موسى عليه السلام فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا. الحجر بقدرة الله تعالى انفجر منه 12 عينا، فشرب كل سبط من عين. الأسباط في بنو إسرائيل كالقبائل في العرب، يعني كل سبط لهم عين. فقالوا: هذا الشراب، فأين الظل؟ فظلل عليهم الغمام السحاب، فقالوا: هذا الظل، فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما يطول الصبيان، ولا ينخرق لهم ثوب. فذلك قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، سبحانه وتعالى. وقوله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، سبحان الله. وروي عن وهب بن منبه وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمهم الله نحو ما قاله السدي رحمه الله. وقال سنيد رحمه الله عن حجاج عن ابن جريج قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: خلق لهم في التيه ثياب لا تخرق ولا تدرن، أي لا تتوسخ. قال ابن جريج رحمه الله: فكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم، يعني زيادة على حاجة يوم، فسد، إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسدا. قال ابن عطية رحمه الله: السلوى طير بإجماع المفسرين، وقد غلط الهذلي في قوله إنه العسل، وأنشد في ذلك مستشهدا: وقاسمها بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما أشورها. قال: فظن أن السلوى عسلا. قال القرطبي رحمه الله: دعوى الإجماع لا تصح، لأن المؤرخ أحد علماء اللغة والتفسير، قال إنه العسل. واستدل ببيت الهذلي هذا، وذكر أنه كذلك في لغة كنانة، لأنه يسلى به، ومنه عين سلوان. وقال الجوهري: السلوى العسل، واستشهد ببيت الهذلي أيضا. والسلوان بالضم خرزة، يعني مثل خرز المسبحة، كانوا يقولون: إذا صب عليها ماء المطر فشربها العاشق سلا، العاشق الذي يحب أنثى. قال الشاعر: شربت على سلوانة ماء مزنة، فلا وجديد العيش يا من يامي ما أسلو. واسم ذلك الماء السلوان. وقال بعضهم: السلوان دواء يشفى، دواء يشفي الحزين فيسلو، يعني بإذن الله. والأطباء يسمونه مهرج. قالوا: والسلوى جمع بلفظ الواحد أيضا، كما يقال سماني للمفرد والجمع، وويلي كذلك. وقال الخليل عليه السلام: وقال الخليل رحمه الله: واحده سلوات. وأنشد: وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض السلوات من بلل القطر. وقال الكسائي: السلوى واحدة وجمعه سلاوة. نقله كله القرطبي رحمه الله. وقوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، أمر إباحة وإرشاد وامتنان. وقوله عز وجل: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم، وأن يعبدوا كما قال
كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيب، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم، هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات، أي كل ما يخالف العادة. ومنها هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم على سائر أصحاب الأنبياء عليهم السلام في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم، كما كانوا معه في أسفاره وغزواته، منها عام تبوك في ذلك القيظ والحر الشديد والجهد، لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر، مع أن ذلك كان سهلاً على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم، فجمعوا ما معهم، فجاء قدر مبرك الشاة، يعني مجموع ما وجدوا قدر المكان اللي تبرك فيه الشاة، فدعا الله فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، دعا الله أن يبارك في ذلك الطعام، وأمرهم فملأوا كل وعاء، يعني كل وعاء عندهم، كل وعاء معهم. وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى فجاءت سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم، ثم نظروا فإذا هي السحابة لم تجاوز العسكر. فهذا هو الأكمل في الاتباع والمشي مع قدر الله مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يرضى عنا معهم بفضله وإحسانه، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فعلينا أن نشكر الله ونعبده ونحذر المعاصي ونتوب إلى الله. قال الله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يقول تعالى لائما لهم على نكولهم امتناعهم عن الجهاد ودخول الأرض المقدسة لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى عليه السلام، وأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل يعقوب عليه السلام، وقتال من فيها من العماليق الكفرة، فنكلوا أي امتنعوا عن قتالهم وضعفوا واستحسروا، فرماهم الله في التيه عقوبة لهم، كما ذكره تعالى في سورة المائدة. ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس، كما نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتادة وأبو مسلم الأصبهاني وغير واحد رحمهم الله. وقد قال تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وقال آخرون: هي أريحة، قرية أريحة. ويحكى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن زيد، وهذا بعيد لأنها أريحة ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس، لا أريحة، وأبعد من ذلك قول وهب قول من ذهب أنها مصر، حكاه فخر الدين في تفسيره، والصحيح هو الأول لأنها بيت المقدس. وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد 40 سنة، في التيه مكثوا في التيه 40 سنة، بعد ذلك مع يوشع بن نون
عليه السلام، وفتحها الله عليهم عشية الجمعة، وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا، يعني أخرت حتى أمكن الفتح. وأما أريحا فقرية ليست مقصودة لبني إسرائيل، ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب، باب البلد، سجدا، أي شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم إليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. قال العوفي رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا، أي ركعا خاضعين لله عز وجل. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا، قال ركع من باب صغير. ورواه الحاكم رحمه الله من حديث سفيان به، ورواه ابن أبي حاتم رحمه الله من حديث سفيان وهو الثوري به، وزاد فدخلوا من قبل أستاههم. أعوذ بالله. الله قال ادخلوا الباب سجدا، دخلوا يزحفون على أدبارهم، أعوذ بالله، يعني مخالفة لأمر الله. فدخلوا من قبل أستاههم أي أدبارهم، نعوذ بالله. وقال الحسن البصري رحمه الله أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم، واستبعده الرازي، وحكى عن بعضهم أن المراد بالسجود هنا الخضوع لتعذر حمله على حقيقته. وقال خصيف، قال عكرمة، قال ابن عباس رضي الله عنه كان الباب قبل القبلة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والسدي وقتادة والضحاك هو باب الحطة من باب إيلياء بيت المقدس. وحكى الرازي رحمه الله عن بعضهم أنه على باب جهة من جهات القرية. وقال خصيف، قال عكرمة، قال ابن عباس رضي الله عنهما فدخلوا على شق أي مائلين. وقال السدي عن أبي سعيد الأزدي عن أبي الكنود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقيل لهم ادخلوا الباب سجدا، فدخلوا مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا لمخالفة لأمر الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعوذ بالله من معصية الله. وقوله وقولوا حطة، قال الثوري عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وقولوا حطة، قال مغفرة، استغفروا أي حط عنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا. أمروا أن يقولوا حطة أي اغفر لنا ذنوبنا. وروي عن عطاء والحسن وقتادة والربيع بن أنس رحمهم الله نحوه. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وقولوا حطة، قال قولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم. وقال إكرمة قولوا لا إله إلا الله. وقال الأوزاعي رحمه الله كتب ابن عباس رضي الله عنهما إلى رجل قد سماه يسأله عن قوله تعالى وقولوا حطة، فكتب إليه أن أقروا بالذنوب، أي توبوا إلى الله وأقروا بالذنوب. وقال الحسن وقتادة رحمهم الله أي احطط عنا خطايانا، أي اغفر لنا ذنوبنا، نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. هذا جواب الأمر، أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول، وأن يعترفوا بذنوبهم
ويستغفروا منها، والشكر على النعمة عندها، والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى، كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسره بعض الصحابة رضي الله عنهم بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر، وفسره ابن عباس رضي الله عنهما بأنه نعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله فيها، يعني في هذه السورة إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بقرب أجله، وأقره على ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي جماعات جماعات، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، يعني أنك قد أديت ما أمرك الله، فاستعد للقاء الله جل جلاله. ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك، ونعي إليه روحه الكريمة صلى الله عليه وسلم أيضا. ولهذا كان عليه السلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر، كما روي أنه كان يوم الفتح، فتح مكة، داخلا إليها من الثنية العليا من جهة الحجون، وإنه لخاضع لربه حتى إن أثنونه ليمس مورك رحله، يعني خاضع لله تعالى مطأطئ رأسه شكرا لله وخضوعا لله جل وعلا، يشكر الله على ذلك. ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى 8 ركعات وذلك ضحى، فقال بعضهم في صلاة الضحى، وقال آخرون بل هي صلاة الفتح، فاستحبوا للإمام وللأمير إذا فتح بلدا أن يصلي فيه 8 ركعات عند أول دخوله، كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دخل إيوان كسرى ملك الفرس، صلى فيه 8 ركعات، والصحيح أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم، وقيل يصليها كلها بتسليم واحد، والله أعلم. فيجب علينا أن نشكر الله دائما وأبدا. وقوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قال البخاري رحمه الله: حدثني محمد، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطا، فدخلوا يزحفون على أسلحهم، عناد. الله قال: ادخلوا الباب سجدا، دخلوا يزحفون على أدبارهم، أعوذ بالله من غضب الله. فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعره، ما قالوا حطة أي حط عنا ذنوبنا، بل قالوا حبة في شعره، يريدون حب يأكلون، عناد. لا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من ذلك. فعلينا أن نتقي الله ونشكر الله ونحذر المعاصي. ورواه النسائي رحمه الله عن محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم عن عبد الرحمن بن مهدي به موقوفا عن قول الصحابي رضي الله عنه، وعن محمد بن عبيد بن محمد عن ابن المبارك ببعضه مسندا في قوله تعالى حطة، قال: فبدلوا فقالوا حبة، نعوذ بالله. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أنبأنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله لبني إسرائيل:
ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم أي أدبارهم، فقالوا حبة في شعره. أعوذ بالله من غضب الله. وهذا حديث صحيح رواه البخاري رحمه الله عن إسحاق بن النصر ومسلم رحمه الله عن محمد بن رافع والترمذي رحمه الله عن عبد بن حميد كلهم عن عبد الرزاق به. وقال الترمذي رحمهم الله حسن صحيح. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله كان تبديلهم كما حدثني صالح بن كيسان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعمن لا أتهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجدا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة في شعيرة، يريدون حنطة ما يريدون مغفرة. لا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من غضب الله. وقال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح وحدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. ثم قال أبو داود رحمه الله حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد مثله. هكذا رواه منفرد به في كتاب الحروف مختصرا. وقال ابن مردويه رحمه الله حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا ابراهيم بن مهدي حدثنا احمد بن محمد بن المنذر القزاز حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من آخر الليل أجزنا في ثنية، الثنية المكان المرتفع، أجزنا في ثنية يقال لها ذات الحنظل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مثل هذه الثنية الليلة إلا كمثل الباب الذي قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. وقال سفيان الثوري رحمه الله عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه سيقول السفهاء من الناس قال اليهود قيل لهم ادخلوا الباب سجدا قال ركع وقولوا حطة أي مغفرة، فدخلوا على أستاههم وجعلوا يقولون حنطة حمراء فيها شعيرة. فذلك قول الله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، نعوذ بالله. وقال الثوري رحمه الله عن السدي رحمه الله عن أبي سعيد الأزدي رحمه الله عن أبي الكنود رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه وقولوا حطة فقالوا حنطة حبة حمراء فيها شعير. فأنزل الله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، نسأل الله العافية. وقال أسباط عن السدي عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنهم قالوا حطي سمعات أذبا مذبا، هذا بلغتهم حطي سمعات أذبا مذبا، فهي بالعربية حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء. فذلك قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وقال الثوري عن الأعمش عن المنهال عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ادخلوا الباب سجدا ركع من باب صغير فدخلوا من قبل أستاههم وقالوا حنطة، فهو قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم.
أعوذ بالله. وهكذا روي عن عطاء ومجاهد وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس ويحيى بن رافع رحمهم الله. وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق من الحديث أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل، فأمروا أن يدخلوا سجداً فدخلوا يسحفون على أستاههم من قبل أستاههم رافعي رؤوسهم، وأمروا أن يقولوا حطة أي احطط عنا ذنوبنا، فاستهزأوا فقالوا حنطة في شعرة، وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة، نعوذ بالله. ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم، وهو خروجهم عن طاعته. ولهذا قال تعالى: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون. فعلينا أن نعتبر ونتوب إلى الله ونحذر المعاصي. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وهكذا روي عن مجاهد وأبي مالك والسدي والحسن وقتادة أنه العذاب، كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب. وقال أبو العالية: الرجز الغضب. وقال الشعبي: الرجز إما الطاعون وإما البرد. وقال سعيد بن جبير: هو الطاعون، مرض الطاعون، نسأل الله السلام. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد عن ابن أبي وقاص عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم، نسأل الله السلام. وهكذا رواه النسائي رحمه الله من حديث سفيان الثوري به. وأصل الحديث في الصحيحين رحمهم الله من حديث حبيب ابن أبي ثابت: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها. قال ابن جرير رحمه الله: أخبرني يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن يونس عن الزهري قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الوجع والسقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم، نسأل الله السلام. وهذا الحديث أصله مخرج في الصحيحين من حديث الزهري ومن حديث مالك عن محمد بن المنكدر وسالم بن أبي النضر عن عامر بن سعد بنحوه. فالمعاصي والذنوب سبب للعذاب، سبب للأمراض. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين. قال الله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم، في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني لكم وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم وتفجيري الماء لكم منه من ثنتي عشرة عينا لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوها، فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد أي تعب، واعبدوا الذي سخر لكم ذلك ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وقد بسطه المفسرون رحمهم الله في كلامهم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع، وأمر موسى
عليه السلام فضربه بعصاه فانفجرت منه 12 عينا في كل ناحية منه 3 عيون، وأعلم كل سبط عينهم يشربون منها لا يرتحلون من منقلة إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول. وهذا قطعة من الحديث الذي رواه النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله، وهو حديث الفنون الطويل. وقال عطية العوفي رحمه الله: وجعل لهم حجر مثل رأس الثور يحمل على ثور، فإذا نزلوا منزلا وضعوه، فضربه موسى عليه السلام بعصاه فانفجرت منه 12 عينا، فإذا ساروا حملوه على ثور فاستمسك الماء. وقال عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه: كان لبني إسرائيل حجر فكان يضعه هارون عليه السلام ويضربه موسى عليه السلام بالعصا. سبحان الله العظيم. وقال قتادة رحمه الله: كان حجرا طوريا من الطور يحملونه معهم، حتى إذا نزلوا ضربه موسى عليه السلام بعصاه. وقال الزمخشري: وقيل كان من رخام وكان ذراعا في ذراع، وقيل مثل رأس الإنسان، وقيل كان من أسس الجنة طوله 10 أذرع على طول موسى عليه السلام، وله شعبتان تتقدان أي تضيئان في الظلمة، وكان يحمل على حمار. قال: وقيل أهبطه آدم عليه السلام من الجنة فتوارثوا حتى وقع إلى شعيب عليه السلام فدفعه إليه مع العصا. وقيل هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل، فقال له جبريل عليه السلام: ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة، أي قدرة الله، ولك فيه معجزة. فحمله في مخلاته، أي في المكان الذي يوضع فيه الأشياء. قال الزمخشري: ويحتمل أن تكون اللام للجنس لا للعهد، أي يضرب الشيء الذي يقال له الحجر. وعن الحسن رحمه الله: لم يأمره أن يضرب حجراً بعينه. قال: وهذا أظهر في المعجزة وأبين في القدرة، فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فيبس. فقالوا: إن فقد موسى عليه السلام هذا الحجر عطشنا، فأوحى الله إليه أن يكلم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعلهم يقرون. وقال يحيى بن النضر رحمه الله: قلت لجويبر: كيف علم كل أناس مشربهم؟ قال: كان موسى عليه السلام يضع الحجر ويقوم من كل سبط رجل ويضرب موسى الحجر فينفجر منه 12 عينا، فينتضح من كل عين على رجل، يعني ينتضح الماء من كل عين على رجل، فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين. وقال الضحاك رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما كان بنو إسرائيل في التيه شق لهم من الحجر أنهارا. وقال سفيان الثوري رحمه الله عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذلك في التيه ضرب لهم موسى عليه السلام الحجر فصار فيه 12 عينا من ماء، لكل سبط منهم عين يشربون منها. وقال مجاهد رحمه الله نحو قول ابن عباس رضي الله عنهما. وهذه القصة شبيهة بالقصة المذكورة في سورة الأعراف، ولكن تلك مكية، فذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب، لأن الله تعالى يقص ذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم عما فعل بهم. وأما في هذه السورة وهي البقرة فهي مدنية، فلهذا كان الخطاب فيها متوجهاً إليهم، وأخبر هناك بقوله: فانبجست منه 12 عينا، وهو أول الانفجار، الانبجاس أول الانفجار. وأخبرها هنا
بما آل إليه الأمر آخرًا وهو الانفجار، فناسب ذكر الانفجار هنا وذاك هناك، والله أعلم. وبين السياقين تباين من 10 أوجه لفظية ومعنوية، قد سأل عنها الرازي في تفسيره وأجاب عنها بما عنده، والأمر في ذلك قريب، والله تبارك وتعالى أعلم بأسرار كتابه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال الله عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرًا فإن لكم ما سألتم. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعامًا طيبًا نافعًا هنيئًا سهلًا، واذكروا دبركم وضجركم مما رزقتكم. وسؤالكم موسى عليه السلام استبدال ذلك بالأطعمة الدنية من البقول ونحوها مما سألتم. وقال الحسن البصري رحمه الله: فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه، وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه، وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقول وفوم، فقالوا: يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، وهم يأكلون المن والسلوى لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم، فهو كأكل واحد. فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة، وأما الفوم فقد اختلف السلف رحمهم الله في معناه، فوقع في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: وثومها بالثاء. وكذلك فسره مجاهد رحمه الله في رواية ليث بن أبي سليم عنه بالثوم، وكذا الربيع بن أنس وسعيد بن جبير رحمهم الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا أبو عمارة يعقوب بن إسحاق البصري عن يونس عن الحسن رحمهم الله في قوله وفومها، قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الثوم. قالوا: وفي اللغة القديمة فوموا لنا بمعنى اختبزوا. وقال ابن جرير رحمه الله: فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة، كقولهم: وقعوا في عاثور شر، وعافور شر، وأثافي وأثاثي، ومغافير ومغاثير، وأشبه ذلك مما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب مخرجيهما، والله أعلم. وقال آخرون: الفوم الحنطة، وهو البر الذي يعمل منه الخبز. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أنبأنا ابن وهب قراءة، حدثني نافع بن أبي نعيم أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن قول الله وفومها: ما فومها؟ قال: الحنطة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أما سمعت قول أحيحة ابن الجلاح وهو يقول: قد كنت أغنى الناس شخصاً واحداً ورد المدينة عن زراعة فومي. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا علي بن الحسن، حدثنا مسلم الجرمي، حدثنا عيسى بن يونس عن رشيع عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وفومها، قال: الفوم الحنطة، بلسان بني هاشم. وكذا قال علي بن أبي طلحة والضحاك وعكرمة رحمهم الله عن ابن عباس
رضي الله عنهما أن الفوم الحنطة. وقال سفيان الثوري عن ابن جريج عن مجاهد وعطاء رحمهم الله: وفومها قال خبزها. وقال هشيم عن يونس عن الحسن وحسين عن أبي مالك رحمهم الله: وفومها قال الحنطة، وهو قول عكرمة والسدي والحسن البصري وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم رحمهم الله، والله أعلم. وقال الجوهري: الفوم الحنطة. وقال ابن دريد: الفوم السنبلة. وحكى القرطبي عن عطاء وقتادة أن الفوم كل حب يختبز. قال: وقال بعضهم هو الحمص، لغة شامية، ومنه يقال لبائع فامي مغير عن فومي. وقال البخاري رحمه الله: وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقوله تعالى: قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنية مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهني الطيب النافع. وقوله: اهبطوا مصر، هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية، وهو قراءة الجمهور بالصرف: اهبطوا مصرا. قال ابن جرير رحمه الله: ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: اهبطوا مصرا، قال مصرا من الأمصار. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله من حديث أبي سعيد البقال سعيد بن المرزبان عن عكرمة عنه رحمهم الله. قال: وروي عن السدي وقتادة والربيع بن أنس رحمهم الله نحو ذلك. وقال ابن جرير رحمه الله: وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود رضي الله عنهم رضي الله عنهما: اهبطوا مصر من غير إجراء، يعني من غير صرف. ثم روي عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك بمصر فرعون. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية وعن الأعمش أيضا. وقال ابن جرير رحمه الله: واحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا، ويكون ذلك من باب الإتباع لكتابة المصحف، كما في قوله تعالى: قواريرا قواريرا. ثم توقف في المراد ما هو، أم مصر فرعون أم مصر من الأمصار، وهذا الذي قاله في نظر. والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. والمعنى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم: هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز، بل هو كثير في أي بلد دخلتموه وجدتموه، فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه. ولهذا قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي ما طلبتم. ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليه، والله أعلم. قال الله عز وجل: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عياذا بالله منهم. يقول تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا، أي لا يزالون مستذلين من وجدهم، من وجدهم استذلهم وأهانهم وضرب وضرب عليهم الصغار، وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء متمسكنون. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. قال الضحاك عن ابن عباس
رضي الله عنهما في قوله: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، قال: هم أصحاب النيالات، يعني أصحاب الجزية الذين تؤخذ منهم الجزية. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن الحسن وقتادة رحمهم الله في قوله تعالى: وضربت عليهم، قال: يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال الضحاك رحمه الله: وضربت عليهم الذلة، قال: الذل. وقال الحسن رحمه الله: أذلهم الله فلا منعة لهم، وجعلهم الله تحت أقدام المسلمين، ولقد أدركتهم هذه الأمة، وإن المجوس لتجبيهم الجزية، أي تأخذ منهم الجزية. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي رحمهم الله: المسكنة الفاقة، أي الفقر. وقال عطية العوفي رحمه الله: الخراج، أي ما يدفعون من الأموال. وقال الضحاك: الجزية، أي ما يؤخذ منهم الجزية. وقوله تعالى: وباءوا بغضب من الله، نعوذ بالله من غضب الله. قال الضحاك رحمه الله: استحقوا الغضب من الله. وقال الربيع بن أنس رحمه الله: فحدث عليهم غضب من الله، نعوذ بالله من غضب الله. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: وباءوا بغضب من الله، يقول: استوجبوا سخطا. وقال ابن جرير رحمه الله: يعني بقوله وباءوا بغضب من الله انصرفوا ورجعوا، ولا يقال باءوا إلا موصولا إما بخير وإما بشر، يقال منه: باء فلان بذنبه، يبوء به بوءا وبواء. ومنه قوله تعالى: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني تنصرف متحملها وترجع بهما، قد صار عليك دوني. ومعنى الكلام: إذن فرجعوا منصرفين متحملين غضب الله، قد صار عليهم من الله غضب، ووجب عليهم من الله سخط، نعوذ بالله من غضب الله وسخطه. وقوله تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. يقول تعالى: هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم. فلا كبر أعظم من هذا، إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق. ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر دفع الحق واحتقار الناس، فلا تدفع الحق ولا تحتقر مسلما. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنت لا أحجب عن النجوى، يعني عن أتكلم سرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن كذا ولا عن كذا. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي، فأدركته من آخر حديثي وهو يقول: يا رسول الله، قد قسم لي من الجمال ما ترى، أي أعطاني الله الجمال، فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين، يعني الشراك الذي يكون في النعل، أو قال: فما فوقهما، أفليس ذلك هو البغي؟ فقال: لا، ليس ذلك من البغي، ولكن البغي من بطر أو قال سفه الحق، يعني رد الحق، وغمط الناس أي احتقر الناس، يعني رد الحق وانتقاص الناس والازدراء بهم أي الاحتقار.
والتعاظم عليهم. ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتل أنبيائه أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد، وكساهم ذلًا في الدنيا موصولًا بذل الآخرة جزاءً وفاقًا. فعلينا أن نحذر الكبر، رد الحق واحتقار الناس. لا ترد الحق ولا تحتقر مسلمًا، ومن عرف نفسه لم يتكبر. ما لابن آدم والكبر، فأوله المني الذي يكره ريحه، وأيضاً إذا مات يجيف يصير جيفة، وأيضاً بطنهم الآن نجاسة. من كان هذا وصفه كيف يتكبر؟ قال أبو داود الطيالسي رحمه الله: حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل 300 نبي، الله أكبر، ثم يقيمون سوق بقرهم في آخر النهار. أعوذ بالله، يقتلون 300 نبي وفي آخر النهار يفتحون سوقهم كأنهم لم يفعلوا شيء. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الكبر والفجور. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبان، حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذاباً يوم القيامة، أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبياً وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. نعوذ بالله. وقوله تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون، فالعصيان فعل المناهي والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه أو المأمور به، والله أعلم. وعلينا أن نعتبر ونتوب إلى الله ونحذر العصيان والكبر والبطر. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ثبتنا على الإيمان والهدى وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. لما بين الله تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل بهم من النكال، نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى. وكذلك الأمر إلى قيام الساعة، كل من اتبع الرسول النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم فله السعادة الأبدية، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه. كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكما تقول الملائكة عليهم السلام للمؤمنين عند الاحتضار عند خروج الروح في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
اللهم اجعلنا ممن يقال لهم هذا برحمتك وعفوك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم هذا برحمتك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمهم الله قال: قال سلمان رحمه الله: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم، فذكرت من صلاتهم وعبادتهم، فنزلت: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآية.